ان كانوا في الـ في الـ في, الـ في النقل الجوي هذايا. ثم في الليل خرجت مضيفه طيران مكشوفه الوجه والاسم، تكلمت في فيديو واعطت شهادات مغايره تماما لتحكيه في البرامج هذايا. حبينا نشوفوا ربما اكثر شهادات في هذا الموضوع. تحضر معنا مسؤوله سابقه في سيفاكس ايرلاينز، عندنا اسمها ولقبها لكن هي تتحفظ على ذكر اسمها، باش نسميوها هجر. مدام هجر مساء النور، اهلا وسهلا ومرحبا بك. عسلامة، مرحبا اختي. في البدايه علاش طلبت انه اسمك ما يتذكرش؟ والله امور شخصيه. امور شخصيه، معناتها ما عندهاش علاقه بالبحث اللي قاعد يصير وما عندها. لا باهي. سمعت زوز روايات، روايه اللي صارت في الفيديو انت تعرفها، معناتها مضيفه الطياره اللي خرجت تكلمت، وشهادات اخرى اللي صارت في البرنامج. اي الروايتين اقرب معناتها لما وقع في سيفاكس ايرلاينز؟ والله انا كي سمعت التحقيق ولا الشهادات نتاع موزايك تصدمت، معناتها كانت الصدمه بالنسبه لي، خاطر هو صحيح اللي صار الكل، معناتها فيلم سيء الاخراج، فهمت؟ وبصراحه معناتها بالنسبه لي فقدت مصداقيتها انا بالنسبه لي مزيكا، فاهم؟ علاش؟ بيان سور، خاطر انت كي تجيب لك عبد باش تعمل، انت اذا انت باش تعمل صحافه استقصائيه لازمك تاخذ الناس الكل وتاخذ شهادات وتاخذ روايات. ياخذوا اكثر من شهاده هما امس في التقرير. لا لا لا، انا شكون قال لي هذوك زاد اشخاص حقيقيين ينجموا يكونوا، ينجموا يكونوا ماهوماش حقيقيين. انا بعد اللي سمعته انا نشك، معناتها انا نعرف ان هذاك مش صحيح الكلام، انا نشك في البرنامج. هي الاصوات اللي انت سمعتها معناتها والاسماء اللي ذكرت ولوان والاسم فقط معناتها. لا لا، الاسماء غلط، ما عرفتش اصوات. الاصوات عرفت صوت برك، الاخرين ما عرفتهمش. فهمت؟ وديجا مبدل شخصيته اللي قايل، فما واحد مبدل مهنته. قال على مهنه وهو مهنه اخرى في الشركه. فهمت؟ شوف انا نعرف حاجه بركة، تحب تطالب بحقك؟ شوف انا راني نحكي معاك، انا مش نشهد بالحق، فهمت؟ انا راني شاكي بسيفاكس. شاكي على شهريه وشاكي على الطرد التعسفي، معناتها انا راني مانيش من النوع اللي يسميوهم اونتر بارونتيز، وسامحوني في الكلمه صبابه. فهمت؟ انا موظفه خدمت سابقا وخرجت في خدمت من 2012 وخرجت كما خرجوا الخدامه الكل في التفكير، وشاكيه بسيفاكس وعندي القضايا والاحكام القضائيه نتاعي وكل شيء، معناتها فهمت؟ اما الواحد يشهد بالحق. هات نحكيو ربما نقطة بنقطة. ما ذكر في التقرير حول تغير نوعية الحرفاء، معناتها قالوا انه بدينا نلاحظ ان النوعية نتاع الحرفاء اللي يطلعوا على سيفاكس ايرلاينز متغيرين، معناتها عندهم هندام معين، فوالا لاحظتوا هذا ولا؟ شوف مدام، انا راني نخدم في السياج سوسيال، مانيش تابعة الإطار نتاع لي بي ان سي، معناتها لي زوتيس والسواق وكل شيء. انا نخدم في السياج باهي، اللي انا نعرفه، وانا خاطر ركبت فيها طياره وسافرت فيها، فهمت؟ وسافرت لتركيا المطار صبيحه. انا اللي نعرفه اللي السيفاكس كي تبعثت خدمت مطار الساقس، حلت جوانح ولايه الساقس، اللي سافروا في الشركه كانوا ديفول ريغوليي، ناس تمشي وتجي وتجار مغلبهم من ولايه الساقس ومن الجنوب كامل حتى من الساحل، فهمت؟ لي زاجونس دو فواياج نتاع ولايه الساقس كامله والساحل والجنوب خدموا دي فواياج اورغانيزي على سيفاكس ايرلاينز. كانتش طيارات تمشي معبيه وتروح فارغه؟ لا، الفول الوحيد اللي يرجع فارغ هو الفول الاول، فيري فلايت يتسمى، يمشي خاطر مليان اوتوماتيكمون مش يرجع فارغ، فهمت؟ خاطر اول فول. مي بعد ما فماش دي فول ترجع فارغه، ما عندناش دي فول ترجع فارغه، فهمت؟ احنا خدمنا، احنا كي خدمنا راهو مشينا البلايص ومشينا المطارات اللي ما عليهاش الفوليوم نتاع دي كومباني اخرين، فهمت؟ ما عندكمش منافسه، وحدكم تخدم. اكزاكتومون، براتيكمون وحدنا، معناتها احنا كي خدمنا صبيحه مطار ساقس فينا صبيحه ما خدموا حتى حد، فهمت؟ الطيارات ما ترجعش فارغه وما تمشي بلايص، وليزاجونس دو فواياج تتعارك على البلايص، والجروبات ماشيه جايه، والمسافرين ماشيين جايين، والناس الكل تعرف هذايا، راهو القاسي وداني في ولايه الساقس يعرف الحكايه هذيا، فهمت؟ كو سوا لي فول على صبيحه، كو سوا لي فول على سي دي جي، على باريس، كو سوا لي فول اللي خرجت من الساقس الكل، انا قلتها ونعاودها. سيفاكس حياه مطار الساقس، كي سكرت سيفاكس مطار الساقس رجع مات.
والجنوب كله مات بالتفكير نتاع المطار هذا بالتفكير نتاع الشركه. هات نرجع ربما لبعض النقاط اللي تقالت. تم فما قرارات صدرت من الشركه تمنع من تحرير تقارير الطيران، قالوا جاونا دزاغدغ باش ما نكتبوش تقارير في نهايه الحرفاء اللي ربما نلاحظوا انهم ماهمش ولا بد وطلع معنا حريف، تم رفض من السلطات التركيه لانه كان مشبوه. شو مدام انا مانيش تابعه الكور كما قلت لك نتاع البي ان سي ولا لي كومون، ما انت تخدم في السياجه اكيد عندك معلومه كين هكا تنجم تكون عندك. انا اللي نعرفه ما فماش حتى انسان سوسبي راهو ما يطلعش في طياره في مطارات العالم اجمع. ماهيش هذه معلومه باش نعملوها احنا ولا فورمين باش تخرجها شركه طيران معنيه. ما فماش عبد سوسبي تعدى من المطار ويقول لي كلامي هذا القاسي وديني يعفو. مستحيل معناتها. فهمت الرحلة A330 اللي من لوبرغ مشات لاتاتورك مش صحيح، على خاطر احنا عمرنا ما مشينا لاتاتورك وما خديناش تصريح باش نهبطوا في مطار اتاتورك، احنا خدمنا على مطار صبيحه فقط. عمرها معناتها سيفات سايرلاينز ما هزت رحله المطار اتاتورك. عمرنا ما خدينا ترخيص على مطار اتاتورك. شو مدام راهو نكلم نحكي لك فيه، راهو ثم ارشيف موجود في ديوان الطيران المدني لو تنجموا ترجعوا له. الرحلات الكل راهي موثقه، ثم ارشيف موجود. لا 330 مشات من لبرق مشات لجده هزت معتمرين. هزت معتمرين مكريه. فهمت مطار اتاتورك احنا ما خدمناش عليه خاطر بور لا سامبل ريزون ما خدمناش عليه تصريح. ولا 330 خدمت كندا، خدمت فوليت عمره مكريه، وخدمت على باريس وقت الذروه فقط. نرجع لك الرحلات مطار الرحلات باريس اللي كنتوا تهزوهم، محاولة خطف مضيفة طيران في مطار لبرق وكرتوشي خيط ورعب واللي صار غير الكل. صحيح هي صحيح الفترة احنا خدمنا وقتها فترة ليبيا داخلة بعضها وكل شيء صحيح، أما أنا خدمت غاديكا وما سمعتش بثما شكون تعرضت لاختطاف ولا محاولة اختطاف، معناتها يقولوا ثم خبر كيما هذايا مستحيل نمشي تخبى. فهمت انا هذه المعلومه عمري ما سمعت بها، سمعتها البارح. فهمت سمعتها البارح كيف كيف الناس الكل في الراديو، اما انا كبيرسونيل في تاكس اكس بيرسونيل في تاكس ايرلاينز هذه المعلومه عمرها ما تعدت عليا. حكايه التونو لبسوا سراول وخفوا المكياج صار هذا ولا ما صارش؟ لا اختي بناتنا ما شاء الله معناتها يلبسوا في لي روب يلبسوا في لي جوب يمكيجو زادا، ولازمك تكون بيان مكيي ولازمك تكون قد شعرك ولازمك تكون بالكدا بالكدا، وانا نشوفهم ونعرفهم بوتيتر كما قالت البارح غاده ينقصوا شي شويه في فوليت ليبيا تنقيص، اما مش ما تلبسش مستحيل. فهمت ما كانش فما امر رسمي معناتها فهمش كان قرار معناتها. انا المعلومه اللي نعرفها انا موجوده في تونس العاصمه، المعلومه اللي كنت نعرفها وتجيني من ساقس انه ثم كان مركز قياس وتجميل في ساقس معروف برشا كان ليه بالبنات يمكيج لهم ويزين لهم ويرقل لهم شعرهم. كيفاش تقول لي انت يلبسوا من او ينقصوا؟ معناتها انا نقول لك بيان ماكيي وترجعوا لارشيف التصاور موجود، ادخلوا على جوجل وخرجوا وشوفوا البنات كيفاش معناتها. هي كيف كيف انا معلومه عمري ما سمعتها. الفول نتاع باريس كان تخدم في الفول نتاع باريس كان معبي الفول مدام معناتها بيان سور اي علاش تو الفول مش رونتابل معناتها مع الشركات الاخرى؟ هما يحبوه مش رونتابل راهو الفول. هما يحبوه مش رونتابل، احنا قد ما خدمنا على باريس الفولات مليانه الطب ليزيتيديون الناس راهو كي نحكي لك معناتها راهو كي نقول لك سي دي جي راهو يخدم على الساقس. انا نستغرب تو يقولوا لي با رونتابل ونحاتوا فلانه ونحاتوا فلتانه، شبينا احنا كنا نخدموا؟ شبينا احنا كانت تمشي مليانه دي طياره مليانه طياره؟ علاش؟ هي نفس الحكايه ترجع امور انه يحبوا الساقس ديما الله غالب الله غالب. معناتها انت تعتبرها حمله مموجه ضد الساقس؟ اكيد من قبل مش من تو، راهو الحملات ضد الساقس من قبل مش من تو، احنا كي كنا في سيفاكس وخدينا التراخيص و 330 باش نعملوا العمره وخذينا التراخيص باش نطيروا، السعوديه عطات التراخيص وتونس ما خلاتنيش نطير نطيروا. ثم عمليه ممنهجه اكثر من هكا. إيه علاش الشركه فلست اذا كان الشركه خدمت وخرجت برشا رحلات واللي فول كانوا رونتابل واكسترا، معناتها علاش الشركه دخلت في مرحله افلاس وقامت بتسريح العمال مدعم وانت كنت مسؤوله سابقه في الشركه هذيا واكيد عندك برشا معطيات؟ والله انا اللي نعرف انه ترخيص الوصيات ترخيص الياتا تسحب. هذه المعلومه اللي نعرفها، واحنا من غير ترخيص ياتا ما نجموش نسافروا.
شويه هي الياتا فوالا. الياتا هي اللي تعطيك ترخيص للطيران. باهي. الحاجه الثانيه اللي انا نعرف معناتها ثم دي ديتاي يدخلوا في الامور الفلوس والكل انا ما نجمش معناتها نفتي فيها على خاطر ما كنتش نخدم في السيرفيس هذاك. واضح. شكرا جزيلا. عندك تقول في الختام ولا انا نحكي باللي نعرفه باللي ريته وعشته، حاجه ما نعرفهاش ما نحكيش فيها. انا شهدت هذه شهاده حق في حاجه صارت قدامي، معلومات انا نعرفها حبيت نقولها، حبيت نقول للناس اللي خرجوا وتكلموا راهو ثم قانون وثم قضاء يخذ لك حقك، راهو مش العمليات اللي عملتوها. انت تعتبرها تصفيه حسابات مع الشركه؟ تصفيه حسابات مع شخص مش مع الشركه، مع محمد الفريخه. أي مش حاجه اخرى، فهمت؟ القانون احنا التجأنا للقانون، احنا وقت تصرحنا وخرجنا مشينا للقانون، مشينا للقضاء، مشينا عملنا قضايا عند محامين وصبينا قضايا في المحاكم ونطبعوا في حقوقنا مع المحامين. انا نطبع حقي مع المحامين تاعي وشاكيه بالشريكه، وقلت لك وشاكيه بالشريكه وعندي قضايا، معناتها اما الحق وقع. باش انك تطالب في حقك هذا ما يخولكش انك معناتها تكذب وتزيف وتحاول انك تعمل ادعاءات باطله. واضح. وظهر لي خرجوا للناس وريت وجوهها، وتو قبل ما تطلبوني انتم ثم زاده زميل خرج وعمل فيديو وتو مزلت كي هبطت زاده. اتصلتوا ببعضكم بعد اللي صار امس بعد التحقيق؟ اكيد وبعد احنا تليفونات ما سكتتش معناتها من البارح، واحنا الكل نكلموا في بعضنا شنو هو هذا شنو صار، وناخذوا عرفتوا نصحوا في معلومات بعضنا. يا اخي احنا مشينا للبرق، يا اخي مش الطياره مكريه، يا اخي عرفت اللي خاطر تعرف انت سافي لونتون الحكايه 2015 اللي تحكي في 2014 شو اللي تجبد راه 2012 13 14 معناتها شوف احنا نصوموا 2022 10 سنين ولا حتى اللي ناسي حاجه يفكر فيه لي ما هو هكا معناتها كلنا نعرفوا راهو اللي تقال غلط. اما الكلكم مجمعين على انه اللي تقال مش صحيح. اكيد 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 انا كنت نحكي تو مع زميلاتي زوز ولا ثلاثه قالوا لي معناتها اي صحيح ونتكلموا ونشهدوا. معناتها اذا كان تم استدعائكم للتحقيق انتم مستعدين تمشيوا وتحكيوا معناتها. نحكيوا كيما حكيت معك توا. ما عندي لا نزيد لا نقص. واضح. اللي نعرفه قلته. واضح. شكرا جزيلا ميرسي مدام، يعطيك الصحة. مدام هجري مسؤولة سابقة في سيفاكس ساير لاينز، حبينا نعرفوا تقاطع بين اللي صار في التقرير وبين الشهادات اللي خرجت اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي تتكلم في الموضوع هذايا، أي الروايتين أقرب للواقع؟ مدام هجر تقول الشهادة نتاع المضيفة اللي خرجت امبارح وتكلمت في فيديو هي صحيحة وما صار حتى شيء من الكلام اللي سمعناه. على كل إذا كان فما حد آخر عنده رأي زاد ينجم يتكلم ويوصل صوته ولي فيديو ما شاء الله اليوم على الفيسبوك، الناس الكل تنجم تتكلم، تنجم تحط لايف وتحكي فورا في اللي صاير.